قول ولاية حاسل ما حد امتخل السهم عجبك كده معلم امينة وموافقين العين ساطل يا ودي عوض ساطل السيسة دي من خصوصيات لو قلب ليها تاني انا هاتله على حنطول افاء اسلف يا معلم اسلف وقلح النار اشرب اشرب نار يا داغر يا شهاوي وبكرة هسألك زي ما سقيتها لابويا الشحات انت عنتر التأميزة ايوة سفرود تعال يا اخوي حاضر يا مالي الدين وادي كوزين ايه سفرود مالك مكظم ليه لا بس متضايق شوية عنتر متضايق طول ما عنتر تأميزة موجود ما تتضايقش ابدا طب روح هات لي كوزينك كوزين كوزين ومحمدين هتغني لي يا اخويا يا سهلوت انت ليه سهلان مني علشان ما تجيت ايه تحليك ما انت حبيبي ومعلمي ازاي اطلبك سهلوت اوعى تسحل مني اسكعنا الا مين اهل سنانا سكعتك قلب ولو انك ما تلويس بوسه كده وتقعد زي الحمار طول النهار خلاص يا عم طب علشان اعرف ان انت مش سحلان نسلب بوزه سوا ما انا شربت اهو كمان انا عامل عنتر تقميزه تحت الطلب قلعتين فوصة للمعلم سفرود وعندك قرعتين للمعلم سفرود لزوم القرع لا لسفلوت مش للقرع لكن انت ايه اللي لمك على الشغلانة دي انا حايس منك ختمة يا معلم سفرود تحت امرك انا حايسك يا سفرود تفطمني عن المعلم احواله المعلم بتاعنا ده كبير قوي 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 والفل عمل ايه الفل احواله ايه تمام انما سفلود دول بيقولوا ان المسان فيه لعب حقه اهو ده اللي ما فيهوش لعب امال اللعب فين اللعب بقى في التأمينات وفي الميات وفي ال في ال اسلم بقى اسلم ايه عوض انت عايز ايه عوض ايه تقصد ايه يعني لا ما اقصدش اسلم كمل القلعة انا اقصد بس ما تقول لي اقصد ومقصود انا بكلم واخد معاك انا عايزك تفضفض على اللي في الفرن انا جاي هنا في الفرن عشان اخدم المعلم ده علشان يلد عني انا عايز اخدم المعلم داخل السهوة عشان يلد عني فوق سفلوت شوف عوض طول ما انا راضي عنك عوض المعلم حيرضى عنك حلو يا سفلوت خد خد كبده مالها سفلوت بقولك ايه اللاكي الكبير اللي في الفرن ده ايه وضعه ده ايه ده الراجل الكبير ده عم صابر ده راجل طيب قوي 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 عليه حتة بيت تحل من على المشنق كلا سفلوت تسلم عشان تفضفض المعلم هيموت عليها انا لما اقول لا يبقى لا خلاص يا عم كاتريلا خلاص هجيب لك منوع شباشب تشربه شباشب مين انت يا سفلوت اللي بيسلب بلاطيش ده كاتريلا وده بقى حكايته حكايه يا سفلوت طب ما تغيبش ما تغيبش ها عشان تلحق تودي بقيه العيش للمحلات والمطاعم ربنا يخليك يا سفلوت يا معلم يا امير يلا بسرعه انت حبيبي يا سفلوت من ناحيه يلا اخويا بسرعه شيل العيش يلا خلي بالك ما تتنخ عليا يا سفلوت
كيس منح ابقى اجيب لك الحس كل يوم. ما عديش خش يا خش خش لك الخيل خشيت الكل. اللهم صل على النبي. حط عينك هناك. يلا هيبقى احلى صباح جميل لو انت تاخدي الحس من ايدي. مش حوش كتروا لما بيتكلموش. هو انت كمان تعطلت عندك لغة الكلام؟ انا كده سحلان منك. انا حوض 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 ده ايه؟ سحلات من زلطة الطوبة يا قلبي لا تحزن. انا زلطة؟ انا سحلت منك. جيت في وقتك يا اخويا والنبي الحل ما فيها ولا رغيف. هو انت يا اخويا بقى بسلامتك بدل سفروت؟ انا عوض في صحتها يا ست الكل. باين عليك ابن حلال وطيب يا عوض. ربنا يخليك. هو في حاجة عدلة تيجي من ورا المعلم؟ عيب يا بيت. لا هي فتيها عندها حق بس انت لو واقي معايا ودي اللي دماغك حبتين. انا دماغي رايقة قوي قوي يا ده العادي وخصوصا من ناحية المعلم بتاعك. انا مش بتاعك. هب على فين يا ام الخلاخين؟ حوش حوش هيا رايحين يخفكوا شر الجايين. ما تاخذنيش الحصان سمع رنة خلخالك. معذور فين؟ في قرشين؟ لا في كلمة حلوة في ابتسامة. انت هتغني يا راجل ولا ايه؟ انا اذنك مع الصلاه. ما تيجي حوش حوش قصدي اوصلي. انا عارفه سكتك كويس. طب ايه هستناكي في الفرن وحجز لك انا العيش في نفسي. ما يلزمش النهارده عندنا رز وسمك. يا بقى جاب عشان يبقى عيش ورز. ايوه يا معلم. ما تاخد لك كاس عشان تنسى. انسى ايه يا معلم؟ تنسى اللي انا مش قادر انساه من خوفي عليك. قصدك ايه يا معلم؟ تفتكر يا صابر اخويا حكايتك القديمه دي يجي لها يوم وتنكشف؟ وطي صوتك يا معلم. انا خايف من ايه؟ هو السمك هيروح يبلغ عنك؟ محدش يعرف الحكايه دي غيرك انت لوحدك. وانا معقول اروح ابلغ عنك برضه يا صابر؟ ده انا ابقى خسيس. ده انت حته مني. ده انا حتى قررت ان احنا نقوي العلاقه اللي بينا وبين بعض قوي. يعني انا قررت اتجوز طعم اصور. البت دي استوت قوي واحنا قاعدين نمش. بقول لكم ايه؟ ما تيجي نعزمها على كازوزه. طب ازاي والتكسر اعمل له امره كده؟ طب انا هتصرف. ماشي. لا يابا لا، وان شاء الله حتى يتقلني بالذهب بردك. لا انا اتجوز دغر الشهاوي دغر الشهاوي يابا. طيب يا بنتي انا عارفه بعد طلعه وشفار مين ماله المعلم راجل وماله هدومه. قلنا يومين وتروح بيتها ونستريح. لزقت لي بغيرها وانا بقيت حاسه ان البيت ده مش بيتي ابدا. يا ستي ربنا يعدلها لها. منين يا حاصرة وهي بترفض النعمة؟ طب سيبك من حكاية النعمة دي. اوعى كده الدنيا حر. ايه انما اقول لي يا عوض انتوا بلدكوا ايه بالظبط؟ يا صابر يا صابر. ايوه معلم. يعني ما قلتليش يا صابر. يومين كده يا معلم لحد ما لاين عقل البنت. ما البناية لو عرفت اللي انا اعرفه عنك كانت وافقت على طول يا صابر.